لو سألت حضرتك عن مين اللعيب اللي ممكن الأهلي يعتمد عليه أو فايلر يعتمد عليه في الفترة اللي جاية بصورة استثنائية، يبقى اكسبشن كده، ويقدر يؤدي في الملعب بطريقة جيدة جدا، يعني بالنسبة للفرقة ككل ولا كحد في خط في الأهلي في اللي جاي إن شاء الله، يعني في ظل العناصر المصابة كمان، يعني نتكلم في خط الدفاع المصابين يعوض الإصابات اللي عندنا. كابتن، يمكن فرقة الوداد من الفرقة كويسة جدا شمال أفريقيا، وعندهم سرعات وعندهم ضغط بشكل كبير جدا. يمكن إحنا محتاجين إن إحنا نبقى تقال على الكورة يا كابتن، بلغة الكورة، إن أنت هتلعب في جو مشحون بشكل كبير جدا. لكن أنا شايف إن النادي الأهلي عنده خبرات في الحتة دي، إن هو بيلعب في أفريقيا بشكل جدا، عنده خبرات النواحي او عارف النواحي اللي هم بيلعبوا بيها في فرقه الوداد. لكن انا شايف ان هو نعتمد في الفتره دي على قفشه. قفشه من اللعيبه كويسه جدا يا كابتن، يقدر يعمل ربط ما بين طبعا بس يلعب في المكان اللي هو بتاعه، رقم 10 اللي هو البلاي ميكر، ان هو يقدر يبقى همسه الوصل بين المدافعين ونص الملعب والفراوده.